لسه مكملين مع مبادرة سوق دبي لأهمية الإنتاج التلفزيوني العربي، لكن المرة دي مع صناع المسلسل الجديد أبو عمر المصري، واللي من خلاله بيرجع أحمد عز للدراما بعد غياب 4 سنوات مع المنتج طارق الجنايني، واللي كشفوا لنا تفاصيل أكتر عن تحضيرات العمل. التحضيرات بتتم على قدم وساق في مسلسل أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، واللي قابلناه على هامش مشاركته في مهرجان دبي السينمائي وحكى لنا عن تفاصيل مسلسله الجديد. هنبتدي إن شاء الله يوم 16. مسلسل من متاخد من روايات بتكتبه الأستاذة مريم نعوم وإخراج الأستاذ أحمد خالد موسى. الحقيقة الإنتاج أنا بشفق عليه لأن المسلسل صعب جدا، الأستاذ طارق جنايني المنتج، ونتمنى ان احنا نقدمه على باحسن صوره، خاصه ان الروايه حققت نجاح على مستوى المبيعات، نتمنى ان احنا نواصل النجاح ده ان شاء الله. كون المسلسل ماخوذ عن روايه بتدور احداثها في اكتر من بلد عربي واوروبي بيصعب مهمه انتاجه. هو مسلسل كبير واحنا ان شاء الله جاهزين له، بقالنا كتير جدا باكتر من سنه ونص عايزين ناخد الخطوه بتاعه المسلسل ده، لان في رايي ان هو غير ان هو مسلسل كبير ومسلسل مهم جدا، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا فيها على المستوى الفني والجماهيري. بيشارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، أمل بشوشة، منذر رايحنا، أروى جودة، بجانب أحمد عز اللي بيرفض اعتبار المسلسل بطولة مطلقة. في الآخر إحنا كلنا فريق واحد، مفيش حد متميز عن التاني، يمكن أنا بعمل دور مختلف او الدور اللي هو نقدر نقول عليه اللي بيدور حواليه الروايه، بس مش معنى كده ان انا بطل الروايه، لا، احنا كلنا ابطال بنلعب في فريق واحد، كل هدفنا ان احنا نعمل مسلسل يرضي الناس. صناع المسلسل بيفضلوا تصنيف المسلسل على انه عربي مصري. المسلسل فيه مراحل مختلفه والكاست بتاعه بيتماشى مع الموضوع ده، فكره ان في ناس هيبقى من الاردن وناس من الجزائر وناس من مصر، وغالبا هيبقى في حد برضو من تونس او المغرب، يمكن يبقى في حد من لبنان، يعني مسلسل العمل هو اللي بيحكمنا بان مين اللي يبقى موجود فيه. انت عايز تثبت ان اللي مات ده كان حاضر في المعهد يوم لما اتعمل المحضر، يعني ما ينفعش يشهد على ايه. احمد عز قدم اكتر من مسلسل، كان اخرهم مسلسل الاكسلانس واللي حقق نجاح كبير وقتها، وبالرغم من كده عز بيخاف جدا من الدراما، لان المسلسلات غير السينما، انت بتنزل من البيت بتروح هتشوف الفيلم، انما المسلسل انت قاعد في البيت ومعاك ريموت كنترول، يعني لو ضايقته المشاهد لو اتضايق في 5 دقايق ما بيجيلكش تاني، عشان كده بيبقى اللود النفسي في المسلسل غير البدني بيبقى اصعب. وبرغم التخوفات اللي عنده الا انه متفائل جدا بابو عمر المصري. انا متفائل وكل عناصر العمل بتبشر ان شاء الله ان احنا نعمل عمل متميز، وانا هجتهد لحد اخر نفس لحد لما ربنا يريد في الاخر، وما عنديش شك في كرم ربنا. يعني المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، بنتمنى لاسره المسلسل كل النجاح والتوفيق.